لان يتبعهم معناه انه ماشي وراه وخلاص بالصدفه يعني، انما يتبعه يعني عن قصد عن قصد ماشي وراه عن قصد. القصيده كانت لها دور في الحركه الوطنيه المصريه. طبعا طبعا طول عمرها وهتفضل. عشان كده الفصل، فصل 30 يونيو من كتاب الوطنيه المصريه، صحيح اكيد القصيده دعمته. طبعا مليون في الميه. القصيده والاغنيه واللوحه والجرافيك الجرافيتي اللي على الحيطان، لا ده الفن اصله. يعني البعض كان يقول لك ان المصريين خرجوا دفاعا عن الهويه. انا ما كنتش قلقان على الهويه المصريه اصلا اصلا، لانه انا بقول الشعب ده اذا كان في حاجه اسمها فن او علم او ثقافه او ضمير، فالشعب ده هو اللي اخترع كل هذه الاشياء من الاف السنين. أيوة، لان هو ضمير الانساني، هو ضمير. والكتاب معروف بتاع فجر الضمير. فجر الضمير مظبوط، واخد بالك. فهنا ما يعني كل ما يتعلق بدين حقيقي او بضمير او باخلاق او بمبادئ او باسس او بفن او بثقافه تم اختراعها هنا. ايوه، لان نواميس الحياه انحطت هنا بالظبط. فانا فكره بقى انه هيجي حد يغير الهويه المصريه مش مصدقها. بس حاولوا، ما هم حاولوا. بس انا كنت ايه اللي كان مطمني؟ انا اتحديت وقتها البعض يعني، وما زال التحدي عندي، انه تعالوا نخش اي قهوه في مصر، واخد بالك، ونقول يا جماعه عايزين نعمل مسرحيه. هنعمل مسرحيه. خد بالك، المسرحيه عمل فني مركب. يعني لازم يبقى في مؤلف. هنلاقي واحد يحكي لنا حدوته لطيفه قاعد على القهوه، واخد بالك. هنلاقي حد يقول الاغنيه دي تنفع في الجزء ده، وتلاقيه بيدندنها هتلاقي واحد نجار يقول لك انا عامل لكم الديكور. مش المسرحيه دي عايزه هي في كهف ولا في ايه، واخد بالك، هيعملها. هتلاقي ممثلين فطريين يعني بالفطره هيقوموا ويعملوا لك الشخصيات. فهنا شعب زي ده كويس، البنت بتقعد قد كده مش باينه من الارض في الحرانيه، بتقعد قصاد نول، واخد بالك، عشان ترسم لوحه لحد علمها رسم ولا حد علمها، واخد بالك، بفطرتها بتلقائيتها بتقعد تعمل السجاده اللي بتتباع بالاف الدولارات في اوروبا، الهاند ميد، واخد بالك. ده اللي موجود دلوقتي. وفي نفس الوقت اهم مصادر الدخل لمصر السياحه، اللي هو الناس بيجوا من اخر اصقاع الدنيا عشان يشوف واحد فنان ما حدش يعرف اسمه رسم على، واخد بالك، على اللوح، على الجدران، على الجبل بالازميل، ورسم شيء ما ينفعش تعمله النهارده، ما ينفعش تعمله النهارده بالليزر. مظبوط، واخد بالك، وعمل مقاييس في التماثيل مذهله. شيء يعني، واخد بالك، وكان جنبيه يعني جنب هذا الفنان قاعد عالم اكتشف الفلك واكتشف قواعد الهندسه. مزبوط. واكتشف قواعد البناء، واكتشف تقسيم الزمن. الزمن قبل الحضاره المصريه كان ماشي بلا شطآن، بحر كده ماشي متلاطم الامواج لحد عارف له اول ولا اخر. المصريين جم، واخد بالك، قالوا له لا تعالى انت ماشي كده ايه يعني. لا ده وقف احنا